بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا النهاردة تقيل شوية وممل، بس للأسف هو مهم. الموضوع بتاع النهاردة هي مجموعة الانفكشنز اللي بتحصل during pregnancy، واللي احنا عادة بنسميها torch infection. اللي انا هتكلم عليهم النهاردة تحديدا هيكونوا التوكسوبلازما، الفاريسيلا، السيتوميجالو فيروس، البارفو فيروس. قبل ما نخش في الموضوع ده، احنا في شوية حاجات عايزين نتفق عليها عشان اللي مش هيقدر يستحمل ان هو يتفرج على الفيديو كله او على كل التفاصيل دي. الخلاصة المهم ان احنا نطلع بيه من الموضوع ده، نمرة واحد، ان التورش انفكشنز ما بتعملش ريكورنت ميسكاريج، وبالتالي اي واحدة تجيلك وهي عندها مشكلة في ريكورنت ميسكاريج ايا كان، مفيش اي داعي ان انت تعمل اي تحليل من التحاليل بتاعت التورش دي خالص، ما لهاش فايده ومش هتفيد في حاجه وما بتتعالجش وما بتعملش ريكورنت مسكنج، لان معظم الانفكشنز دي بتعمل لونج لاستنج اميونيتي، لو جات لها مره مش بتجي لها تاني، فبالتالي صعب قوي ان هي تعمل ريكورنت مسكنج، بل مستحيل. دي حاجه. الحاجه الثانيه، الحاجات دي ممكن ان هي بعضها يعمل انترفين فيتال ديث، بس برضو مش ريكارنت، يحصل مرة واحدة. واحيانا احنا بنطلب التست دي لمجرد بس ان احنا نعرف ايه سبب الانترين فيتال ديث، هل هو حاجة احنا عارفين سببها ولا حاجة مش عارفين سببها، وبالتالي ممكن تكون محتاجة further investigations. بس برضو ده مش ده يعني حاجة مش بنعملها زي ما قلنا للريكارنت كيزز. دي نقطة تانية. النقطة التالتة، الهربيز او الهربس مش واحد من دول. الهربيز ما بيعملش في العادي، ما بيعملش المسكارج والاي في دي او الانترنت في الديث. الهربيز ليه قصة تانية خالص في 99% من الحالات. فالتست بتاعت الهربيز دي ليها انديكيشنز تانية خالص، ما فيش داعي ان احنا ندخلها في الموضوع ده خالص. فخلاصة الكلام، ما فيش داعي ان احنا نطلب هذه الانفستيجيشنز، لا في ريكارنت اي في دي ولا في ريكارنت مسكارج. الحاجة التانية، ان احنا لازم نبقى فاهمين ان معظم التستات اللي احنا بنعملها حكاية ان احنا بندور، احنا عارفين ان الاميونوجلوبولين ام ده عادة بيديني indication للأكيوت انفكشن، الاميونوجلوبولين جي بيديني indication ان في immunity او ان في old infection. بس ده مش برضو ليه احيانا some exceptions هنتكلم عليها. فبرضو احنا لما نطلب الحاجة لازم عارفين احنا بنطلبها ليه، وانا ايه اللي متوقعه، وازاي ان انا هعمل interpretation results دي. الحاجة اللي عايز اقولها برضو مهمة، ان معظم الانفكشنز دي على ارض الواقع انت مش هتتعامل معها. احنا بنطلب التحاليل دي كتير جدا بلا اي داعي. الحالات اللي فيها congenital infections دي حالات صعبة وحالات نادرة وحالات محتاجة ناس معينة تتعامل معها ومحتاجة قصص وحواديت. دي حالات من الحالات العالية في الماتيرنال فيتال ميديسن. فمفيش داعي ان احنا زي ما بنقول نعمل الانفستيجيشنز دي لكل الناس بلا اي داعي. الحالات دي فعلا مش بنشوفها كتير، وغالبا مش بيتعمل لها كتير في مصر وفي معظم العالم كمان. فالخلاصة في الموضوع ده، ان احنا لما نيجي نطلب التحاليل دي لازم يكون عندنا سبب قوي، ولازم نبقى عارفين احنا هنعمل ايه كمانجمنت بناء على التحاليل. طيب خلينا نضرب مثال بالسيتوميجالو فيروس. السيتوميجالو فيروس ده واحد من الفيروسز اللي بتتنقل سواء سيكشوال كونتاكت او دايركت كونتاكت عن طريق الانفكتد بلاد او اليورين او السلايفا. فمن الحاجات اللي سهل ان هي تنتقل من حد للتاني. وليه لونج انكيوبيشن بيريود 40 يوم. أهمية المعلومة دي إن أنت ممكن الانفكشن تحصل من شهر وشوية وما تبانش غير دلوقتي. طيب مشكلة الانفكشن ده زي معظم الانفكشنز اللي هتقابلنا، الكلينيكال برزنتيشن بتاعه غالبا بيكون اسيمتوماتيك. حتى لو بقى سيمتوماتيك، السيمتومز بتبقى فيج، بيسموها مونونيوكليوزز لايك سيمتومز، اللي هي فيفر، ماليز، مسل بين. ممكن تلاقي شوية حاجات في اللاب، لو طلبت لاب هتلاقي لينفوسايتوزز، ليكوسايتوزز، ممكن تلاقي ابنورمال لاب ليفر فانكشنز او ليفر انزيمز بتبقى عالية، وممكن تلاقي لينفادينوباثي.
بس المشكله ان معظم الحاجات دي بتبان كانها دور برد عادي، ممكن انت ما تدورش على الليمف نودز وممكن ما تعملش اللابس دي اصلا. فدي برضو من الحاجات المهمه ان احنا نبقى عارفينها في المواضيع دي. لما تيجي لك ست حامل عندها اعراض شبه الفلو او شبه دور البرد، ما تاخدهاش لايتلي كده ان هو خلاص ده دور برد، بالذات لو الاعراض دي استمرت او ما كانتش تيبيكال زي دور برد، مش معاه ريسبيراتوري سيمتومز بالظبط، معظمها حاجات جنرال وفيج ومش معروف السورس بتاعها. الحاجات دي حاول ان انت لا يعني خلي بالك ان في ليست اوف انفكشنز ممكن تتحط ومحتاجه فيرزر ايفالويشن. طيب السيتوميجالو فيروس بيحصل منه برايمري انفكشن، البرايمري انفكشن دي بتفضل ليتنت في الجسم وممكن يحصل لها بعد كده رياكتيفيشن. بس السيتوميجالو فيروس يمكن الوحيد اللي هنقول عليه في كل مجموعه الفيروسز دي او الانفكشنز دي اللي ممكن يحصل برايمري انفكشن، اللي هي ان واحده ما يكونش عندها اميونيتي خالص وتتعرض للفيروس ده لاول مره فيبتدي يعمل الاعراض دي، بنسميها برايمري انفكشن. او في نوع تاني اسمه سيكندري انفكشن، والسيكندري انفكشن في معظم انواع الفيروسز والانفكشنز معناته ان الفيروس موجود بيفضل ليتنت جوه الجسم بس بيحصل له رياكتيفيشن، وده غالبا بيكون اقل في الخطوره سواء عليها او على الطفل. لكن ده النوع الوحيد اللي هنقول ان السيكندري انفكشن بتاعته ممكن تبقى رياكتيفيشن وممكن تكون اكشوال انفكشن من سترين مختلف من السيتوميجالو فيروس. دي حاجه مش هنقولها في بقيه الفيروسز اللي معانا النهارده. فاذا الانفكشن ممكن تحصل من اتنين، رياكتيفيشن لفيروس موجود جوه الجسم ونتيجه للاميونيتي قلت whatever حصل رياكتيفيشن، او زي ما بنقول جاسترين تاني من بره الجسم عمل ري انفكشن، فبنسميها في الحالتين سكندري انفكشن. طيب لما الست الحامل يحصل لها الانفكشن دي، ايه فرص ان هي تنتقل للطفل؟ الفيروس ممكن ينتقل للطفل عن طريق ثلاث حاجات، وده قاعده عامه. اما during pregnancy اللي بنسميه transplacental، ان هو يعدي البلاسينتا ويوصل عن طريق البلاد للفيتوس، او النوع التاني اللي هو بيبقى during birth اللي هو مجرد ان وجود الفيروس لان ده sexually transmitted موجود جوه الفاجينا، فمع الولاده بيتعرض في لحظه الولاده البيبي بيتعرض للفيروس ده فبيحصل له الانفكشن، او النوع الثالث اللي هو during breastfeeding. غالبا النوعين الاخرانيين اللي احنا قلنا عليهم في بالنسبه للسيتوميجالو فيروس سواء during birth او with breastfeeding، غالبا دول بيبقوا asymptomatic وغالبا ما بيعملوش اي مشاكل كبيره، يعني بتبقى حاجه transient وحاجه يعني مش مقلقه خالص. النوع الاولاني هو النوع المقلق اللي هو transplacental، هو ده اللي غالبا بيعمل complications وبيأثر بيعمل قصه كبيره. طيب ايه المهم ان احنا نعرفه عن الموضوع الترانسميشن ده؟ ان فرصه الترانسميشن او ان النيونيت الطفل يتولد وعنده اعراض نتيجه للسيتوميجالو فيروس اللي عند مامته نسبتها من 2/10 ل 2%. انا بس بحاول اديكم الارقام عشان تتخيلوا قد ايه الموضوع يعني ايه مش كبير، مش زي ما احنا فاكرين. وهنا احنا ما بنتكلمش عن طفل ميت، احنا بنتكلم عن طفل بيتولد وعنده الفيروس او اتنقل له الفيروس، ومعظم الحالات دي عاده بتكون اسيمتوماتيك ساعه الولاده. ايه السيمتومز اللي ممكن تكون عند النيونيت؟ ممكن تلاقي عنده جوندس، ممكن تلاقي عنده زي بيربرا، ثرومبوسايتوبينيا، هيباتوسبلينوميجالي، مايوكارديتس، IUGR، وفي بعض الأحيان بيبقى فيه عنده هايدروبس. تلاقي الأعراض دي مشتركة في معظم أنواع الفيروسز اللي من هذه النوعية. طيب الريسك اوف ترانسميشن، ودي نقطة برضه عايزين نركز فيها قوي. لو المذر، احنا كلمنا دلوقتي الريسك ان النينيت يجيله سيتوميجالو فيروس over the population حوالي 2%، لكن لو الست الحامل دلوقتي انت جات لها الاعراض عملت تيستينج لقيت ان عندها سيتوميجالو فيروس، لو دي برايمري انفكشن يعني اول مره تتعرض لها، ففرصه ان الترانسميشن يحصل حوالي 30-40%. بس ده لو ريكورنت انفكشن او سيكندري انفكشن، فرصه ان الانفكشن ده ينتقل للطفل حوالي
15% لأعلى نسبة ممكنة مثلا 2%، هنقول 2%. إذا لو دي secondary infection يعني حصل reactivation أو جه فيروس من بره، يبقى فرصة إن الست اللي عندها سيتوميجالو فيروس عندها الأعراض حاليا الطفل بتاعها يجيله أي حاجة 2%. تمام؟ فده برضو يورينا إن المواضيع مش ضخمة. كقاعدة التوقيت اللي بيحصل فيه الانفكشن بيفرق. لو واحدة حامل، كل ما حصل الانفكشن بدري أكتر كل ما كان أخطر طبيعي، لأن بيبقى مرحلة تكوين الجنين، فالفيروس هيأثر بشكل أكبر من لو حصل متأخر. لكن فرصة إن يحصل ترانسميشن، يعني هو أخطر لو حصل بدري، لكن فرصة إن هو ينتقل أساسا من الماذر للفيتس بتبقى أكتر في الثيرد ترايمستر. تمام؟ وبيعتقد إن ده ليه علاقة بإنه في الثيرد ترايمستر الفيروس بيعدي، ما بيكونش فيه فرصة كبيرة إن الأنتي بوديز بتاعت الماذر اللي اتكونت نتيجة لحدوث الانفكشن ده ما بتلحقش توصل للبيبي فتحميه. المهم انه في النهاية الانفكشن يحصل بدري اكتر، الكومبليكيشنز تبقى اكتر، لكن فرصة ان هو ينتقل اساسا اقل. والعكس لو رحنا متأخر ناحية الثيرد ترايمستر هيبقى فرصة انه ينتقل اكبر، لكن السيكونسز بطبيعة الحال هتكون اقل لان البيبي بيكون اوريدي تقريبا اتكون كامل. طيب اللي احنا عايزين نقوله ان مع البرايمري انفكشن فرصة الـ ان البيبي يبقى عنده سيمتومز، يعني او قد ايه من الاطفال هيكون عندهم سيمتومز بعد البرايمري انفكشن، بيبقى حوالي 12 ل 18% هم اللي عندهم سيمتومز، لكن دول ممكن يحصل معاهم سيكول كبير، يعني 30% منهم ممكن يوصلوا لدرجة الدث من 12 ل 18% اللي بيحصل فيهم سيمتومز. طيب ارقام كتير، لكن في السكندري انفكشن لما بيحصل ري اكتيفيشن مثلا فرصة ان الطفل يحصل معاه مشاكل اقل بكتير لو دي ري اكتيفيشن، لان بيبقى في انتي بودز متكونة في جسم الست من الاول، والانتي بودز دي بتروح للبيبي فبتحميه، والفيروس نفسه بيكون الشيدنج، يعني الاميونيتي بتاعة المادر من البرايمري انفكشن بتساعد، فبالتالي السكندري انفكشن دي بتكون اقل في الخطورة بكتير. وغالبا البيبي حتى لو حصل له الانفكشن بيكون اسيمتوماتيك، واخطر حاجه ممكن تحصل له الهيرنج لوس، ده هو اسوأ سيكونس مقارنه بالبرايمري انفكشن اللي ممكن يؤدي الى ان الطفل ده يموت. طيب كلام كتير وكلام، هو خلاصه الكلام في ايه؟ خلاصه الكلام ان الخطوره الاكبر بتبقى لو حصل برايمري انفكشن في البريجنسي، وده مش حاجه كومن، دي حاجه يعني كون ان يحصل سيتوميجالو فيروس في وقت البريجنسي والاول مره دي مش حاجه كومن ان احنا نشوفها. طيب احنا بنشخص ازاي؟ ازاي انت دلوقتي عرفت شويه المعلومات اللطيفه دي، انا دلوقتي هستفيد بيها عمليا ازاي؟ عمليا الماتيرنال سيتوميجالو فيروس بيتشخص كالاتي. الطبيعي ان انت ما بتعملش تيستينج كده بلا سبب، لازم بيكون في سبب. قد يكون السبب ماتيرنال، وده غالبا المفروض يكون الطبيعي، ان الست بتجيلك عندها شويه الاعراض الفيج دي، انت شاكك ان انا ما دمت عندي اعراض عامه، او والله عملت تحليل لقيت فيه ليكوسايتوزس لينفوسايتوزس، او انا لقيت فيه لينف نودز، او شكل الاعراض كده انا مش فاهم ايه اللي بيحصل، ومش شكله دور برد ومش شكله، فانت حاسس ان في سيمتومز، فانت هتبتدي ان انت تعمل تيستينج. ده غالبا القصه بتبتدي ازاي؟ طيب يبقى هي القصه بتبتدي من المادر في الاساس، فانت بتروح تعمل تيستنج ازاي اشخص سيتوميجالو فيروس. احنا متعودين ان احنا بنروح نطلب الاميونوجلوبولين ام، نروح نطلب الاميونوجلوبولين جي وخلاص، ما بيتشخص كده. بيتشخص في الاساس انت المفروض الطبيعي انك تطلب اميونوجلوبولين جي بس مبدئيا، وتشوف انت عندك الدنيا عامله ازاي، بتشوف التايتر بتاعه كام الرقم، وبعد كده بترجع تعيده تاني بعد 3 لـ 4 أسابيع، وتشوف هل التايتر ده زاد ولا لا. لو زاد اكتر من 4 أضعاف يبقى انت كده تقول ده انفكشن.
وساعتها بقى تبتدي لا خلاص انا كده انا مش هعالج المظهر، مفيش حاجه اعالج بيها السيتوميجالو فيروس مثلا حاليا، او مش ده قصتي حاليا. هي ممكن تكون بعد 3 4 اسابيع بقت كويسه. انت بتبتدي بقى هنا خلاص انا عرفت ان في اكيوت انفكشن، لازم ابتدي بقى اتابع البيبي وابتدي ان انا اعمل الترا ساوند وادور بقى على الساينز اللي احنا اتكلمنا عليها اللي ممكن تدل على ان في كونجنتال انفكشن. اوكي طيب، يبقى اذا الطريقه الطبيعيه للتشخيص ان انا اتابع الاميونوجلوبولين جي تايتر واشوف اذا كان هيزيد ولا مش هيزيد لو هو بوزيتيف. طيب في طريقه تانية لو انت مش عايز تستخدم الاميونوجلوبولين جي، ان انت بتستخدم الاميونوجلوبولين ام العادي وبتضيف عليه حاجه اسمها الاميونوجلوبولين جي افيديتي. بعض المعامل بتعملها اللي هو بيقول لك ان الاميونوجلوبولين جي افيديتي هي تيست بيوري لك قد ايه الاميونوجلوبولين جي اللي اتكونت اجينست السيتوميجالو فيروس دي قد ايه هي ماتيور، عن طريق قوه انها بتمسك بمدى قوه ان الانتي بودي بيمسك في الانتيجين اللي هو بتاع السيتوميجالو فيروس. تمام، فلو لقيت ان في لو افيديتي يعني الانتي بوديز دي ما بتمسكش في الانتيجينز بقوه كبيره بطريقه معينه بتتحسب في المعمل، فده معناته انها نيو انتي بوديز، فبقول ان الانفكشن دي يا دوبك حصلت في اخر شهرين لاربع شهور. عكس لو لقيت هاي افيديتي الانتي بوديز دي بتمسك في الانتيجينز بقوه، ساعتها اقول دي اولد انفكشن. فدي طريقه تانية لو انت عايز ان وان سبوت كده ان انت تاخد فكره الانفكشن دي حصلت امتى بناء على اللي انت لقيته. طيب بس احنا الاسهل ان احنا نعمل الاميونوجلوبولين جي، ان احنا نقيس مره ونعيده بعد 3 ل 4 اسابيع. طيب بعض الناس هتقول لك طب ما تعمل اميونوجلوبولين ام وخلاص، ما احنا عارفين الاميونوجلوبولين ام ده بتاع الاكيوت انفكشن. قال لك للاسف في مشاكل في حكايه الاميونوجلوبولين ام، ان انت لما بتيجي تعمل تيستنج احيانا بيكون في اكيوت انفكشن وما بيطلعش بوزيتيف، ما بيلحقش بقى بيكون لسه في الاول، فكده انت اعتبرت ان ما عندهاش اكيوت انفكشن وهي عندها. احيانا الاميونوجلوبولين ام ده للاسف بيقعد لمده شهور بوزيتيف، فانت بتيجي تقيسه يطلع بوزيتيف ما تبقاش عارف ده حصل ده انفكشن دلوقتي ولا انفكشن من 4 5 شهور. فالاميونوجلوبولين ام كانديكيتور للاكيوت انفكشن ما بينفعش في الحاله دي. عشان كده انا بتحايل على ده بان انا بقيس الاميونوجلوبولين جي مره واشوف اذا كان التايتر بيزيد، فده بيعرفني ان ده acute infection. طيب انت كده شخصت الماتيرنال. طيب انا هستفيد من المعلومه ازاي؟ انا مركز على الفيتس، فانا عايز اشخص الفيتال سايتوميجالو فيروس. فيتال سايتوميجالو فيروس لو انت خلاص documenting ان في maternal infection، انت هتبتدي تركز في ان انت تعمل ultrasound للفيتس وتعمل follow up بالultrasound. او ممكن تكون انت اصلا ما شخصتش ماتيرنال انفكشن، اي حصل لها الانفكشن انت ما شفتهاش، هي ما خدتش بالها عدت، بس انت بتعمل الترا ساوند عادي للفيتس بدات تلاقي شويه ساينز كده، كالسيفيكيشنز في الابدومن او في الليفر، فينتريكولو ميجالي، هيباتوسبينو ميجالي، هايدروبس، اي جي ار، مايكروسيفالي، لقيت حاجه كده مجموعه ساينز غريبه. ممكن تكون الساينز دي من الساينز بتاعه السيتوميجالو فيروس، بس لازم تاخد بالك ان مفيش حاجه 100% سبيسيفيك، بل بالعكس معظم البريدكتور معظم الانديكيتورز دي في الالترا ساوند مش هايلي سنسيتيف ان هي تشخص لك ويك بريدكتورز ان هم يشخصوا لك السيتوميجالو فيروس، بس هم بيلفتوا نظرك. احيانا بيكونوا دول حاجات تانية، يعني ممكن يكونوا مثلا اني بلويد مش انفكشن خالص، بس انت شفت الحاجات دي بتحط في احد الاحتمالات قد يكون السيتوميجالو فيروس، لكن دي مش دايجنوستيك خالص. طيب وده اللي بيرجعنا بقى لان الحالات دي حالات صعبه، لان انت الطريقه الوحيده اللي هتشخص بيها فيتال سيتوميجالو فيروس ان انت لازم تعمل امنيوسينثيسيس، فانت بالتالي كده بتاخد سيلز من اللايننج بتاع الامنيوم، فدي كلها تعتبر فيتال سيلز. تاخد الفيتال سيلز دي وبتبتدي ان انت تعمل بي سي ار، انت ممكن تعمل بي سي ار او كلتشر، بس البي سي ار اعلى في السنسيتيفيتي، وبالتالي تقدر تشخص والله انا كده متاكد 100% ان انا معايا سيتوميجالو فيروس فيتال او يعني كونجينيتال سيتوميجالو فيروس انفكشن. فدي حاجه مش سهله، حاجه ما بنعملهاش كل يوم. التست دي كمان المفروض انها تعمل بعد 21 اسبوع، لو انت عملتها قبل 21 اسبوع بتبقى السنسيتيفيتي بتاعتها قليله.
وكمان من المعلومات اللطيفه في القصه دي ان انت تقدر تشخص عن طريق الامنيوسينثيسيس ان فيه فيتال او كونجنتال سايتوميجالوفيروس، لكن ما تقدرش تحدد السيفيريتي بناء على الرقم اللي هيطلع لك او البي سي ار تاعيه والفيرال لود. انت بتعرف ان فيه او لا، لكن هل ده سيفير انفكشن مش سيفير انفكشن انت ما بتعرفش. طيب همانج الحالات دي ازاي؟ انا دلوقتي شكيت ان المادر عندها انفكشن، فرحت دورت على البيبي، او من الاول لقيت البيبي عنده ساينز في الالترا ساوند، فانا دلوقتي عايز امانج. المشكله انه مفيش سيرفيس، مفيش علاج للسيتوميجالوفيروس، لا ماترنال ولا فيتال، مفيش حاجه معينه. من ناحيه المادر انت مش محتاج تعالج، يعني غالبا حاجه بتبقى سيلف ليميتنج وخلاص، يعني بتروح لحالها. انت بتحتاج ان انت تدي العلاج، ان انت تدي علاج للسيتوميجالوفيروس، وفي علاجات متوفره اللي هي زي جانسيكلوفير وزي الفوسكارنيت. دي ممكن تستخدمها، بس دي بتستخدمها في الناس اللي عندهم سيتوميجالوفيروس، اللي عندهم حاجه اميونو ديفيشنسي، عارف انت بتوع الاورجان ترانسبلانت ولا الاتش اي في، الحاجات دي اللي هم انت وجود السيتوميجالوفيروس فيهم ممكن يعمل لهم انسفالايتس او حاجه. فانت لكن لو واحده الاميونيتي بتاعتها كويسه انت مش محتاج ان انت تعالج الكلام ده خالص. فبالتالي المادر مش هعالجها لان هو ما بيعملش مشاكل للمادر. طيب بالنسبه للفيتس، قالك هم جربوا الجانسيكلوفير كاحد الميديكيشنز، قالك انها بتعدي البلاسينتا، فلو عدت البلاسينتا يبقى تروح للفيتس فهتعالج الكونجنتال سايتوميجالوفيروس. بس الكلام ده كله اندر ستاديز ومفيش اي حاجه بروفن، فبالتالي هم فعليا ما بيستخدمش. طيب في ناس قالت لك ما ندي هايبر اميونوجلوبولين، انك انت تدي اميونوجلوبولينز كباسيف اميونايزيشن تعدي من الماتيرنال سيركيليشن للفيتال سيركيليشن وتحسن الامور. برضو اندر ريسيرش، ستادي قالت بينفع، ستادي قالت لا، ما اتعملش عليه شغل كتير، فبرضو ما بيستخدمش. طيب ايه اللي انا اقدر اعمله في حاجه زي كده؟ لو انت عندك شك في حاله زي كده يبقى دي لازم تروح لواحد سبيشالست ان ماتيرنال فيتال ميديسن، هو اللي يتولى علاجها والمانجمنت بتاعها، ولازم تولد في مكان مجهز في نيونيتال كير كويس وهكذا. لكن انت فعليا لا هتعالج المادر ولا هتعالج الفيتس. ده السيتوميجالوفيروس، وده مثال لاحد الانفكشنز اللي بنتكلم عليها. زي ما قلنا ما بنطلبلوش ورك اب الا لو انا شاكك ان المادر عندها انفكشن، او الفيتس ممكن يكون عنده التراساوند فايندينجز ممكن تدل على كونجنتال انفكشن. فبالتالي ده الانديكيشن بتاعه، مش برضو مش ريكارنت ميسكارج. تمام. طيب بما انه ملوش علاج، بعض الناس هتقول لك طب البريفنشن، طب ما نمنعه ازاي؟ بريفنشن مفيش طريقه محدده. مهم انك تبقى عارف مين الناس اللي هم هاي ريسك، والناس الهاي ريسك ان هم يحصل لهم اكيوت او برايمري انفكشن للسيتوميجالوفيروس هم غالبا الناس اللي بتتعامل مع الاطفال، سواء في الحضانات، ودول نسبة ان هم يعني نسبة ان هم يحصل لهم انفكشن كبيرة جدا، بيقولوا 10% هيحصل لهم انفكشن بالسيتوميجالوفيروس في اول 10 شهور من بداية شغلهم في الاماكن دي. او احد الحاجات اللي بتزود الهاي ريسك هو ان انت يكون عندك اطفال في البيت، وده معظم الامهات، فبالتالي نسبة كبيرة من الناس ممكن تكون هاي ريسك. طيب نعمل لهم ايه؟ ما عندناش فاكسين حاليا، في فاكسين اندر ستادي بس ده مش متوفر حاليا. طيب بعض الناس هتقول لك اوكي الهايجين وغسل الايدين، وان انت ما تتعرضش للاطفال، ما تتعرضش بقى لايه، ان انت تقعد كل شويه تبوس الطفل الصغير ومش عارف ايه، وكل ما تشوفي طفل تبوسيه وبتاع، حاول ان انت ما تتعرضيش لدروبلت انفكشن من الاطفال اللي ممكن تكوني بتتعاملي معاهم، سواء اطفال العيله او لو انت في حضانه او ما الى ذلك. هو كلام كويس، بس حتى هذه اللحظه مفيش حاجه تثبت ان الحاجات دي فعلا بتعمل بريفنشن او بتقلل نسبه حدوث الماتيرنال سايتوميجالوفيروس. بس هو ده المتوفر. هل نعمل له سكريننج؟ هل لو الست جايه دلوقتي واحده هتحمل او حامل، هل اعمل لها تيستينج واشوف؟ قال لك مفيش حاجه كده، ما تعملش سكريننج ولا حاجه.
في ناس تقول لك طب ما انا اعمل سكريننج واعرف اذا كان عندها اميونيتي ولا ما عندهاش، ما ده ملوش فايده قوي. عملت اميونوجلوبولين ام زي ما قلنا ما بيدلكش ان ده اكيوت انفكشن، عملت اميونوجلوبولين جي هيقول لك اوكي طبعا اميونوجلوبولين جي هيقول لك اذا كان عندها اميونيتي ولا لا، بس هيقول لك ما هو معظم الحالات بتبقى ري اكتيفيشن او بتبقى سيكندري انفكشن، حتى لو عندها اميونوجلوبولين جي ممكن يحصل لها انفكشن، نسبه ترانسميشن اقل بس ستيل ممكن يحصل. فبالتالي مفيش حاجه معينه تعملها كسكريننج تعرفك اذا كانت ات ريسك ولا لا، انت مفيش قدامك غير الهيستوري. وعشان كده مهم جدا ان انت تبقى عارف لما بتقابل سيده هي بتشتغل ايه. ودايما لما تكون واحده من الستات اللي بتتابع معاك بتشتغل في حضانه ركز قوي في الحكايه دي. لو جات لك باي اعراض، لو جات لك باي حاجه تدلك على انفكشن، راش كلام من ده، خليك جاهز لده، ما تعديهوش بسهوله. وبريفنشن ممكن تدي كل النصايح دي مع انها تكون فاهمه ان ده مش هيمنع بنسبه 100% ان ممكن يحصل لها انفكشن زي كده. طيب تاني نوع من انواع الانفكشنز اللي هنتكلم عليها حاجه اسمها البارفو فيروس. والبارفو فيروس ده لما بيحصل في الاطفال بيبقى مميز جدا، ودي اكتر حاجه بتسهل لنا ان احنا ممكن نشك ان في ست ات ريسك ان يحصل لها بارفو فيروس انفكشن. ان هو لما بيحصل للاطفال بيبقى ليهم رش مميز جدا في وشهم بيسموه الفيفث ديزيز، وده بيبقى رش مميز في الوش بيبان، بيبقى يعني لونه احمر شديد وبيبان الطفل زي ما يكون اللي هما بيسموها سلاب تشيك، بيبان ان هو زي ما يكون مضروب على خدوده، مضروب بالقلم على وشه، تلاقي وشه كله عبارة عن رش احمر في المنطقة دي بالمنظر ده، وممكن يكون معاه جوينت بين مع الرش ده، فشكله بيبقى مميز اول طفل ده. وبالتالي سهل انك تعرف والله ده هي الست مثلا احد ولادها حصل عنده الاعراض دي وهي حامل، او هي بتتعامل مع حد في الحضانة وشافت الطفل بالمنظر ده، ده بتشك ان ده ممكن يكون بارفو فيروس. بالنسبة للأدلتس كالعادة 20% منهم بيكونوا asymptomatic، وحتى اللي عندهم symptoms ممكن يكون عندهم reticular rash كده، رش صغير خفيف كده متشعب، او يكون عندهم pain في الجوينتس مع الرش ده برضو، بس برضو ممكن يعدي ما يتشفش. لكن انت لو حسيت سهل خش جوجل كده واكتب reticular rash ان انت تشوف شكله، لو حاس انك شفت رش ده، شفت مع الرش ده كمان pain في الجوينتس، ده ممكن يكون البيكتشر بتاعة البارفو فيروس في الأدلتس، وبرضو من الحاجات اللي ممكن تتعدى وما تاخدش بالك منها، إلا لو ست عندها هيموجلوبينوباثي ده موضوع تاني ممكن يدخلها في أطلاست كاملية، بس ده مش شرط ان هو يكون البرزنتيشن. طيب بينتقل ازاي؟ بينتقل بسهولة، بينتقل بالدروبلت انفكشن، بالدايركت كونتاكت. وبالتالي اكتر ناس عرضة لو انت في حد من الهاوس هولد، الناس اللي معاك في البيت، الأطفال الصغيرين 50% ممكن يحصل ترانسميشن. لو انت شغال في مدرسة مع اطفال 20-50% ممكن يحصل ترانسميشن. احد مشاكل المرض ده برضو السخيفة جدا ان هو الانكيبيشن بيريد بتاعته قصيرة يومين لخمسة ايام، وبيبقى انفكشوس قبل ما يظهر الراش. وانس ان ظهر الراش ما بقاش انفكشوس، وبالتالي وانس ان الست ادركت ان في طفل حواليها ممكن يكون عنده بارفو فيروس او ممكن يكون عنده حاجه مش طبيعيه مش تمام، هي بتكون اوريدي خلاص يعني خدت العدوى. مش هتستفيد كتير لو قلت والله الطفل ده عنده راش، لا ما تتعرضيش ليه، لا هو خلاص هو عدى مرحله ان هو انفكشوس بظهور الراش، هو كان انفكشوس لما ما كانش باين عليه حاجه خالص، فبالتالي اللي حصل حصل. طيب اوفر اول ريسك اوف ترانسميشن، لو واحدة تعرضت لطفل بالمنظر ده ايه فرصة ان ينتقل لها البارفو فيروس؟ 17-33% نسبة مش قليلة، يعني حوالي متوسط 25%، فدي نسبة كبيرة. طيب ايه اللي ممكن يعمله لها البارفو فيروس ده؟ ممكن يعملها مسكارج. من اشهر الحاجات واسخف الحاجات اللي بيعملها ودايما افتكرها كده، بارفو يساوي هايدروبس فيتاليس. هايدروبس فيتاليس يعني الطفل منفوخ دخل في هارت فيلير، إديما، أسايتس، بلورال إفيوجن، بريكارديال إفيوجن، لأن البارفو فيروس ده بيخش يعمل سبريشن للبون مارو بتاع الفيتوس، فبيدخله في هارت فيلير بسبب السيبير أنيميا اللي موجود. ممكن يعمل هيباتيتس للبيبي، ممكن يعمل مايوكارديتس، ودول بيعتقدوا إن هما الحاجات اللي ممكن تساهم برضو في الديفيوز إديما اللي بنشوفها
في الفيتوس ده، الليفر والهارت برضو بيتأثروا بالفيروس، وبالتالي ممكن ينتهي كمان بستيل بيرث. عشان كده دايما البارفو فيروس واضح وصريح، البارفو فيروس يا بيجيب اجل البيبي ستيل بيرث يدخله في هارت فيلير ويموته، يا اما ما يعملوش حاجه خالص. معظم الاستادس بتقول ان هو لو عدى ما دخلش في كل السيكولا السيئه دي بيعدي تمام وما بيحصلش، غالبا ما بيحصلش لونج تيرم او الكامس. احنا ما عندناش معلومات كتير قوي على اللونج تيرم، بس بيبدو ان هو البيبي لو عدى واتولد سليم ما بيحصلش مشاكل بعد كده. طيب ازاي نشخص البارفو فيروس ده؟ نعرفه منين؟ كالعاده زي ما قلنا في السيتوميجالو فيروس، الست بتجيلك لو هي مركزه كده، هتيجي تقول لك والله انا بشتغل في حضانه او بشتغل في ايه او معايا الاولاد في البيت او نخت مش عارف مين، والولد عنده ظهر عنده راش بالشكل الفلاني وانا تعرضت له، وانا اعرف ان الحاجات دي ممكن تكون الراش والحاجات دي ممكن تكون بتجيب بقى نظام حصبة الماني وريفر يعني. ده جت قالت لك او هي نفسها جت قالت لك والله انا ظهر عندي راش يا دكتور، شايف ده شايف ده تمام، فانت شكيت ان ده بارفو فيروس. بنشخص ازاي؟ هنا احنا بنطلب الاثنين، بنطلب الاميونوجلوبولين جي والاميونوجلوبولين ام. طيب ايه اللي انا ممكن يطلع لي كنتائج لو عملت تيستينج للاثنين؟ البارفو فيروس من الحاجات اللي بتعمل برضو لونج لاستنج اميونتي، وما فيهوش بقى جو ري اكتيفيشن ومش رأيه. هو خلاص هي يا يا لا، ودي ميزه فيه. فبالتالي انت بتعمل تيستينج، لو لقيت الاميونوجلوبولين ام نيجاتيف والاميونوجلوبولين جي بوزيتيف، هتقول لا والله انت تعرضت للطفل ده بس انت حظك حلو، انت عندك الاميونوجلوبولين جي بوزيتيف، فده معناته ان انت عندك اميونيتي، اتعرضتي للبارفو فيروس ده وانت صغيره وبالتالي انت عندك اميونيتي، ف مش هيحصل لك حاجه وبتطمنها وبتخليها تروح البيت. لو لقيت الاميونوجلوبولين ام بوزيتيف ايا كان بقى الاميونوجلوبولين جي، فساعتها انت هتفترض ان ده اكيوت انفكشن. هنا بقى من الحاجات اللي هتعامل مع الاميونوجلوبولين ام ان ده اكيوت انفكشن، وساعتها هتبتدي تركز على الفيتوس وتبتدي ان انت بقى ايه تعمل له مونيتورنج وتشوف اذا كان هو عنده الانفكشن ولا لا. طب لو هما الاثنين طلعوا نيجاتيف، ما تفرحش، ما تقولهاش اه والله شوفي سبحان الله الحمد لله انت مع الاثنين نيجاتيف سلبي فانت ما عندكيش اي حاجه انت تمام. لا هي مش تمام، هي وارد جدا ان يكون كل ما في الموضوع ان هو الاميونوجلوبولين ام لسه ما حصلوش اللي بنسميه سيرو كونفرجن، لسه ما تكونش، لسه ما بقاش بوزيتيف، لان انا عندي الاميونوجلوبولين جي نيجاتيف معناته ان ما عندهاش اميونيتي، فوارد جدا ان هي تلقط الانفكشن ده. ساعتها انت محتاج ان انت تعيد التست ده تاني بعد 4 اسابيع. لو جالك الام بوزيتيف او لو جالك الجي بوزيتيف، اي حاجه اتغيرت يبقى ده هتعامله معامله الاكيوت انفكشن، خلاص انت كده عندك الانفكشن. كالعاده انا مش هعالجها، المشكله مش عندها، غالبا الموضوع هيعدي اعراض بسيطه وهتعدي وهتروح. المشكله عندي في الفيتس، الفيتس ده ممكن يحصل فيه هارت فيلير هيدروسيفيتالس. طيب كالعاده ايه طريقه ان انا اشخص طفل او فيتال بارفو فيروس انفكشن؟ نفس الحكايه، امنيوسنتيسيس، بتعمل بي سي ار عشان تلاقي الفيروس، دي الطريقه الاساسيه. لكن ايه اللي انا اقدر اعمله تاني غير ان انا احاول ان اعمل امنيوسنتيسيس وادور على الفيروس؟ الحاجه اللي اقدر اعملها ان انا اعمل سيريال الترا ساوند، ادور على البيبي اشوف هل بدا يحصل عنده اي حاجه تخليني اشك ان داخل في هارت فيلير، بدا يظهر فيه اي تشينجز للهايدروسيفيتالس ولا لا. ودي من الحاجات السهله ان انت تقدر تعملها، تقدر تتابع وتعمل فولو اب. مع ده هتقدر ان انت لو في اي تشينجز ان انت تلاحظها بدري، فانت محتاج ان انت تعمل سيريال الترا ساوند ده كل اسبوع لاسبوعين. بتدور على ايه؟ زي ما قلنا بتدور على الجروث وبتدور على الساينس اوف هايدروسيفيتالس. تقدر تعمل مع ده ايه كمان؟ حاجه مهمه جدا، البيك سيستوليك فيلوسيتي اوف ميدل سيريبرال ارتري، يعني بتعمل دوبلر للميدل سيريبرال ارتري، تخلي حد اكسبرتيز في الدوبلر يعمل ميدل سيريبرال ارتري بيك سيستوليك فيلوسيتي، بهدف انه عن طريق ده يقدر يشخص الفيتال انيميا، واللي هي اول حاجه هتبتدي تظهر مع الهايدروبس يعني كبدايه، وهي دي اللي هتؤدي غالبا الى الهايدروبس فيتالس. طيب ده كلام جميل جدا،
انا عرفت ان هي بوزيتيف، فبدات اتابع البيبي. هقعد اتابع البيبي ده الى الابد؟ لا مش الى الابد ولا حاجه. قيل ان انت محتاج تتابع البيبي ده لمده 8 ل 12 اسبوع. غالبا لو البيبي عدى الفتره دي وما حصلش اي تشينجز وكله تمام، فرصه ان يحصل اي حاجه بعد كده شبه زيرو. فبالتالي انت محتاج ان انت تعمل المتابعه دي لمده 8 ل 12 اسبوع. عدت بتطمنها وخلاص، مش مطلوب منك حاجه تاني. طيب افرض بقى حصل ان انت لقيت في فيتال هايدروبس تشينجز دي، او سيربرال ميدل سيربرال ارتري، في فايندينجز معينه بتقولك ان في فيتال انيميا زي ما قلنا قبل كده. حالات صعبه والمانجمنت بتاعها صعب، لان حاله زي كده لو انت بعيد عن ميعاد الولاده فانت محتاج ان انت تعمل انتريوترين ترانسفيوجن، وده موضوع كبير ومش مراكز كتيره بتعمله، بس هو ده الحل الوحيد، لان انت عارف ان البيبي داخل على هارت في او اوريدي عنده هارت فيلير بسبب الفيتال انيميا، فهو محتاج بلاط. لو البيبي ده قريب من ميعاد الولاده يعني ده غالبا ما بيبقاش الحال، لان غالبا القصه دي بتحصل في السكند ترايمستر للاسف. لكن لو قريب من ميعاد الولاده المفروض ان انت بتحاول ان انت تعمله ترانسفيوجن سيريال لحد ما توصله يعني ايه 30 32 اسبوع، يبقى قريب من ميعاد الولاده، وبعد كده ممكن تحاول ان انت تولده يعني على 34 اسبوع او قبل كده، حسب كلينيكال سيركمستانسز بتاعت القصه. طيب بريفنشن، بما ان القصه دي قصه كبيره، واجين المذر ملهاش يعني مشكله، مش عند المذر، مشكله عند الفيتس، ايه اللي اقدر اعمله عشان اعمل بريفنشن؟ للاسف كالعادة سكرينينج، ان انت تجيب الست وتشوف عندها اميونيتي ولا ما عندهاش، ما حدش بيعمل كده. والسبب المرة دي ان الديزيز نفسه مش كومن، يعني قصة ان واحدة تعرض للبارفو فيروس وما يكونش عندها اميونيتي وهي طفلة ان حصل لها بارفو فيروس، ويحصل لها البارفو فيروس ده اثناء الحمل تحديدا، دي مش حاجة لو انستنس ان يحصل السيناريو بالمنظر ده. عشان كده ما حدش بيعمل سكرينينج لكل الناس، لحسن يكون القصة كذا. ده بالنسبه للسكرينينج. طب بالنسبه للبريفنشن، هل في حاجه معينه ممكن نعملها؟ بعض الناس قالت لك اوكي، يعني انت لو واحده شغاله في حضانه او بتاع وشاف الطفل بالمنظر ده وراشي، يقول لك اقعدي في البيت. للاسف كل ده ما بيفيدش، يعني لان احنا زي ما اتفقنا وانس ان الرش ظهر ده معناته ان هو البيبي ما بقاش انفكشوس، او الطفل اللي هي بتتعامل معاه ما بقاش انفكشوس، فمعنى ان هي تقعد في البيت او ان هي تتفادى انها تعرض للاطفال دي مش هيفيد كتير في القصه. فبرضه من الحاجات اللي نقدر نقول ان البريفنشن فيها مش هيفرق كتير. تمام، نخش على فيروس تاني اسمه الفاريسيلا فيروس. والفاريسيلا فيروس ده مختلف شويه. مختلف من ناحيه ايه؟ مختلف من ناحيه ان هو highly infectious disease، بينتقل عن طريق الكلوز كونتاكت وبينتقل عن طريق الدروبلت انفكشن. بس مشكلته ان هو انت لو اتعرضت لحد عنده الانفكشن دي 60 لو انت ما عندكش مناعه 60-90% هتلقط الانفكشن. very highly infectious disease. طيب ده لو انت متعرض لحد عنده primary infection يعني طفل غالبا. لكن الديزيز ده ليه مراحل. لو انت بتعرض له الاول مره، وده غالبا بيحصل لك في الطفوله، معظم الناس بتعرض له في الطفوله، بيعمل primary infection بنسميها chicken pox، دي معروفه ماكيلوبابيولار راش، بيبقى فيه بريورايتس، بيبقى فيه فيفر، ماليس، بيبقى يعني بيكتشر واضحه جدا صعب ان حد ما ياخدش باله منها. بعد كده بيفضل ليتنت، وبعد كده بيحصل له ليتر اون، ممكن يحصل له مع دروب في الاميونيتي يحصل له ري اكتيفيشن. لما بيحصل له ري اكتيفيشن بيعمل حاجه اسمها هيربس زوستر او بنسميها شينجلز، ودي غالبا اعراضها بتبقى بيزيكلي بينفول راش، ده غالبا يعني او بريورايتك راش بيزيكلي، فما فيش بتاعته بتبقى اقل شويه من البرايت. طيب الراش ده بيختلف عن الراش بتاع البارفو فيروس من ناحيه ايه؟ من ناحيه ان الراش ده بيبقى انفكشوس 48 ساعه قبل، او الديزيز نفسه بيبقى انفكشوس 48 ساعه قبل ما الراش يظهر، وبيفضل لحد ما كل الفيزيكلز يحصل لها كراستنج وتنشف وتبقى كراستد كلها. فبمعنى اصح
ده فيري هايلي انفكشنس ديزيز، وطول ما انت شايف الليجن قدامك ومش كراستد ففي انفكشن ممكن يحصل على عكس البارفو فيروس ده. طيب هل الموضوع ده بنشوفه كتير؟ لا بصراحه ما بنشوفوش كتير. فرصه ان واحده سيده بريجننت يحصلها برايمري انفكشن من الفاريسيلا دي فرصه قليله. والسبب في كده ايه؟ كالعاده يعني واحده بريجننت يعني فرصه ان يحصل اول مره في حياتها تتعرض للفاريسيلا وهي بريجننت يعني سوء حظ غريب. النقطه الثانيه ان معظم الناس حاليا بقت فاكسينيتد تاخد الفاكسين بتاع الفاريسيلا، واللي ما خدش الفاكسين غالبا اتعرض للانفكشن الست دي اكيد وهي طفله اتعرضت للتشيكن بوكس وهي صغيره. ففرصه ان واحده لا خدت فاكسين ولا اتعرضت للتشيكن بوكس وحملت وهي حامل حظها ان حصل لها الانفكشن دي يعني فيري فيري لو انستنس. فملخص الحكايه ان هو هايلي انفكشوس ديزيز، لكن نسبه حدوث الكونجنيتال فاريسيلا سيندروم للاطفال دلوقتي 0.4 ل2%، ودي بتحصل غالبا في السكند ترايمستر. يعني 0.4 ده الفيرست ترايمستر، 2% ده السكند ترايمستر، في الثيرد ترايمستر 0%. فخلاصه يعني ان الحدوته دي حدوته الى حد كبير نادره الحدوث. طيب ايه مشكله الفاريسيلا؟ هنا بقى ده الاختلاف المميز في الفاريسيلا. الفاريسيلا مشكلتها مش البيبي في الاساس، زي ما قلنا فرصه ان يحصل برايمري انفكشن قليله قوي، وفرصه ان يحصل الانفكشن وينتقل للبيبي برضو مش كبيره. لكن المشكله في ايه؟ المشكله في المادر نفسها. الفاريسيلا من الامراض اللي ممكن تبقى اجريسيف جدا في الادلتس لو الاميونيتي بتاعتهم اتهزت، والبريجنسي من الحالات اللي الاميونيتي بتاعت الست فيها بتبقى قليله. بالتالي الفاريسيلا لو واحده حامل جات لها فاريسيلا، ممكن الفاريسيلا وارد جدا الفاريسيلا دي تنتهي بانسفالايتس او بنمونيا، ولو حصل لها نمونيا نسبه المورتاليتي 40%. تمام، ودي نقطه يعني فكر فيها. يعني 10-20% من السيدات الحوامل لو حصل لهم فاريسيلا ممكن يخش في الكومبليكيشنز دي، ولو دخلوا فيها 40% منهم بيموت. ده موضوع كبير. فلو سمعت عن فاريسيلا during pregnancy ما تفكرش في البيبي خالص، فكر في المادر. المادر ممكن تموت بسبب ده، ولهذا السبب الطبيعي ان انت لو شاكك في حاجه زي كده ان انت تدخلها المستشفى، تحجزها في المستشفى. بس طبعا ما تحجزهاش مع الحوامل، يعني ما تبقاش ناصح تخليها تنشر الدعوه في القسم كله يعني. تمام، طيب ده بالنسبه للمادر. هنتكلم عن الموضوع ده، احنا بنتكلم دلوقتي على احنا متوقعين نشوف ايه او ايه خطورة الموضوع. بالنسبة للفيتوس لو حصل له congenital infection during pregnancy، انتقلوا الفيروس، ايه الحاجات اللي ممكن تحصل؟ ممكن يحصل limb hypoplasia، ممكن يحصل skin scarring، ممكن يحصل microcephaly، ممكن يحصل chorioretinitis. دي من الحاجات المشهورة ان هي بتحصل. بالنسبة للneonates في هنا نقطة مهمة ناخد بالنا منها. في حاجتين ممكن يحصلوا، فيتال ونيونيتال فاريسيلا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الفيتوس ممكن ينتقل له الانفكشن ترانسبلاسنتال، ودي مش قصه كبيره قوي، ممكن تعمل سايد افكتس طبعا، لكن فرصتها يعني ممكن تعمل بعض الانوماليز. مش هقول انها مش قصه كبيره، لكن في اللي اخطر منها. الاخطر منها هو النيونيتال فاريسيلا. والنيونيتال فاريسيلا معناته لما بيحصل، لو تصادف ان الماذر حصل لها الديزيز ده 5 ايام قبل الولاده لحد يومين بعد الولاده في الرينج ده، تمام، يعني الحظ ان هو الانفكشن حصل لها acutely around the time of labor، بالتالي الفيروس هيبقى الشيرنج بتاعه عالي جدا، انفكشوس جدا، وفي نفس الوقت مفيش انتيبوديز اتكونت، فالبيبي مش محمي خالص، مفيش حاجه جات له من الماذر، والبيبي اصلا طبعا الاميونيتي بتاعته بتبقى ضعيفه. فده بيبقى فيري هاي نيونيتال ديث ريت، ده بيقتل الطفل. بس ده زي ما اتفقنا حاله معينه لو حصلت الانفكشن في الرينج ده. لكن اوفر اول زي ما قلنا
القصة بتبقى أكتر عند المادر. طيب إحنا بنشخص إزاي؟ تشخيص دايما لما بنتكلم على أي فيروس من دول بنقول بنشخص إزاي ماتيرنال وفيتال. فماتيرنال المرة دي سهلة، غالبا هتجيلك بالكلاسيك بريوريتيك راش، فهتشوفه الفيزيكلز والكلام ده كله. هنا بقى في حاجة مهمة في الفاريسيلا، أنت غالبا لو شفت بعينك الراش ده غالبا الكلينيكال دايجنوزز مش محتاج ان انت تعمل اي حاجه، الا لو انت شاكك قوي ومش عارف وعندك اكتر من احتمال في دماغك، ساعتها ممكن ان انت تيجي تاخد عينه من الفيزيكلز نفسها، من الفلويد، تعمل له ديروفنج. يعني لو هي فيزيكل بتشيل السيرفيس بتاعها وتاخد الفلويد اللي جوه وتبعته بقى كلتشر، او تبعته بي سي ار. بي سي ار طبعا احسن عشان تتأكد، لكن هو في الغالب انت معتمد تماما على الكلينيكال دايجنوز في الحالة. طيب لو انت شخصت كلينيكال وخلاص مقتنع ان هي عندها فاريسيلا، ايه اللي هتعمله عشان تشخص الفيتس؟ نفس الكلام اللي محتاجه، ان انت تعمل الترا ساوند وتتابع بالالترا ساوند. احيانا ممكن يكون سبب التشخيص كالعادة زي ما قلنا قبل كده الالترا ساوند، ان انت من الاول عملت الترا ساوند فلقيت تشينجز. تشينجز زي ايه؟ نفس الكلام، فوسايف في الليفر او الباول، ممكن يبقى في كاردياك مالفورميشنز، ممكن يكون في هايدروبس نتيجة لكده، ممكن يكون في مايكروسيفالي، فيتال جروث ريستريكشن، ممكن يكون في لم ابنورماليتي زي ما قلنا. فأي حاجة من دول زي ما اتفقنا معظم الحاجات دي مش سبيسيفيك. طيب في حاجة في الفاريسيلا تاخد بالك منها، ان الفاريسيلا لو انت شخصت ماتيرنال انفكشن، ايفن لو شخصت فيتال انفكشن، يعني انا عملت امنيوسنتيزز ولقيت بالبي سي ار لقيت ان في فيروس، بس بالالترا ساوند ما كانش فيه اناتوميكال ابنورماليتيز، ففي الغالب الاوتكم بيبقى كويس وبيبقى عنده نورمال نيورو ديفلوبمنت. غالبا وجود ابنورماليتيز في الالترا ساوند انديكيتور كويس، او عدم وجودها بمعنى صح انديكيتور كويس ان ممكن ما يحصلش كومبليكيشنز من الموضوع ده. طيب المانجمنت هنتعامل مع الحالات دي ازاي؟ هنا نرجع نكرر كمانجمنت، الحالة الوحيدة اللي هقول فيها ان انا لازم اعالج الام، لان احنا اتفقنا ان الانفكشن بالنسبة للمذر حاجة خطيرة جدا. فبالتالي لو شفت الراش في خلال 24 ساعة من ظهور الراش ده عند المذر، طبعا بتدي اورال اسايكلوفير عشان تعالج. تمام، وهنا ده بيقلل الديوريشن وبيقلل النمبر اوف نيو راش وبيقلل السيمتومز الى حد كبير، علاج بيفيد بشكل كبير في الحالات اللي زي دي، وده زي ما احنا عارفين طبعا ان هو سيف ميديكيشن ديورنج بريجنس. طيب لو انت دخلت بقى ان هي بدا يبقى عندها اعراض، ان انت ممكن تكون شاك ان عندها نمونيا من الفاريسيلا دي، لا دي لازم تدخلها المستشفى وتديها اي في اسايكلوفير، عشان بس برضو الموضوع تبقى واضحة. وبرضو خلي بالك يعني انت ممكن تشوف عندها الراش والكلام ده كله بعد كده تلاقي عندها respiratory symptoms، ما تربطش، لا ده ممكن يكون complication. تمام، وساعتها لازم تتحجز في مستشفى زي ما قلنا وتاخد IV acyclovir. طيب الacyclovir اللي بتاخده ده بس عشان برضو تبقى عارف، ما بيساعدش البيبي في حاجة، ما بيساعدش على ان هو يعالج الفيتال infection، فعدوها. احنا هنا الهدف ان انا بعالج المذر عشان ما تموتش ببساطة شديدة. طيب الفاريسيلا زوستر اميونوجلوبلينز ده اوبشن ممكن نستخدمه للاطفال، وده بيرجعنا للنقطة اللي كنا لسه بنقولها من شوية. انا الاطفال اللي بيتولدوا اللي لسه حكينا عليهم دول، اللي هم حظهم السيء ان هم اتولدوا لماذر حصل لها الانفكشن في الويندو ما بين 5 ايام قبل ليومين بعد، لو الطفل اتولد في حاله زي كده لازم تعالج فيري اجريسيف، لازم ياخد اي في اميونوجلوبولينز و ياخد ولو حصل له الانفكشن ده في اول اسبوعين ان هو ياخد اي في اسايكلوفير. فطبعا دي حاجات بالتفاهم مع دكتور الاطفال، بس انت لازم تكون اوير وتتكلم مع دكتور اطفال لو انت شاكك ان في اعراض بالمنظر ده حوالين الوقت بتاع الولاده، لان ساعتها يبقى فيه الى حد كبير خطورة على الطفل ده ان هو ممكن يحصل نيونيتال ده، وده مش الطبيعي في الانفكشنز بشكل عام. طيب البريفنشن، نمنع ازاي الفاريسيلا؟ بريفنشن لو واحدة نوت بريجننت
كقاعدة ان non pregnant woman دايما لو هي non pregnant طبعا احنا للأسف ما بنشوف السيدات اللي هم يعني ايه planning ان هم to get pregnant، لكن هو الطبيعي ان انت بتحاول الفاريسيلا ليها فاكسين، بس انت مشكلة ان انت مضاش تدي الفاكسين ده during pregnancy، لان theoretically دلف attenuated vaccine والاميونيتي بتقل فممكن يعمل infection. بس خلينا نتفق ان مفيش ولا حالة متسجلة بالمنظر ده مجرد theoretical concern، لكن مفيش حاجة تسجلت بالمنظر ده، وده مهم عشان لو في واحدة خدت الفاكسين وبعد كده طلعت حامل وكلمتك اعملها reassurance. اكون واقعي ولا في theoretical risk، بس احنا ما عندناش، عشان بس برضو في ناس بتفتكر ده contraindicated يبقى الحقي انت كده خدتي الانفكشن او يجيلك انفكشن، وضع مش كده خاص. لكن الصح ان اي واحدة ناوية تحمل المفروض ان احنا نعمل لها screening. السكرينينج بنعمله ازاي؟ السكرينينج ببساطة شديدة ان انت بتسألها لو هي متأكدة ان هي جالها chicken box قبل كده، خلاص انت مش محتاج تعمل حاجة تانية. لكن لو مش متأكدة بتعمل check للimmunoglobulin G وتشوف لو بوزيتيف خلاص دي اميون فانا ما عنديش مشكله. لكن لو هي مش اميون الطبيعي ان هي المفروض انها تاخد 2 دوزز من الفاريسيلا فاكسين بمسافه 4 ل 8 اسابيع ما بين التو دوزز دول، وبعدها بثلاث شهور تحمل، لكن مش المفروض مش اقل من 3 شهور. ده اللي هو الطبيعي، لكن ده غالبا ما بيحصلش. فاللي احنا بنعمله عادة الصح ان انت بتعمل سكرينينج لكل السيدات اللي بيقولك في اول البريجنسي بالفاريسيلا تيستينج، وبتعمل الروبيلا اكشن، يعني بتعمل الاثنين روبيلا وفاريسيلا. لما بتعمل الاثنين والاثنين بيطلعوا ان هم الاثنين بيطلعوا ان هم مش اميون او الاميونوجلوبولين جي طالع نيجاتيف، ساعتها انت المفروض ان بعد ما تخلص الحمل على طول تاني يوم تقول لهم بعد ما تولد ان احنا المفروض نديك الفاكسينز دي، الفاريسيلا عشانك وعشان البيبي، والفاريسيل والروبيلا عشان البيبي في الاساس، فبحيث ان انت ده احسن وقت ان انت تقدر تخلي الست فيه تاخد الفاكسينز، لان انت ممكن ما تشوفهاش تاني بعد كده. تمام، وده قصه السكرينج، ودي الطريقه اللي انت ممكن ان انت تحاول ان انت تعمل بيها prevention للفاريسيلا infection في النكست pregnancies في الاساس. اخر موضوع عندنا هو التوكسوبلازما. التوكسوبلازما باختصار شديد احنا دايما معتقدين ان هو مرتبطة بالقطط. هو صحيح ان الفيكال ماتر اللي جاي من القطط هو احد السورسز بتاعت الانفكشن، لكن مش شرط، ممكن تكون مش مربية قطط خالص، احيانا بيبقى under cooked meat، احيانا بيبقى just infected food بالسويل او بانسكس معينة. المهم ان هو مش 100% قصة قطط، عشان بس نبقى الموضوع ده واضح في دماغنا. طيب clinical picture كالعادة usually asymptomatic، يا دوبك 10-20% اللي عندهم شوية symptoms، وsymptoms تبقى muscle pain، شوية fever، night sweats، malaise، ممكن يبقى فيه شوية lymph nodes، فبالذات cervical lymph nodes، فhepatosplenomegaly بس اللي يدور يعني. طيب incubation period حوالي 5-18 يوم، برضو كالعادة المعلومة بس هدفها ان انت تبقى متوقع الانفكشن لو واحدة حاسة ان هي تعرضت لحاجة معينة، بس في الحالة دي صعب ان الست تقول ان انا تعرضت لحاجة معينة. طيب الترانسميشن، لو واحدة جالها توكسوبلازما فرصة ان البيبي ينتقل له التوكسوبلازما دي كام؟ 20-50%، فهي نسبة كبيرة. تمام، وزي ما اتفقنا كل ما تأخرنا في البريجنسي كل ما كانت فرصة ترانسميشن اكتر، كل ما كنا بدري في الانفكشن كل ما كان الضرر اكبر. طيب ايه اللي ممكن يحصل للاطفال اللي بيتعرضوا للموضوع ده؟ معظم الاطفال اللي بيجي لهم التوكسوبلازما انفكشن بيبقوا اسيمتوماتيك، وده شيء كويس، بس 90% بيحصل لهم سيكونسز، ومعظم السيكونس الصعب ان هي حتى تشاف الالترا ساوند، هيرينج لوس، كوريوريتينايتس، دايما العين والودن الحاستين دول اكتر حاجتين بيتضربوا، وممكن يبقى كمان في نيورو ديفلوبمنتال ديلي، فهي الفانكشن دي اكتر حاجه بتتضرب مع التوكسوبلازما. ايه اللي انا ممكن اشوفه في السونار او اشوفه في ولد لسه مولود؟ ممكن اشوف هيباتوسبلينوميجالي، ممكن اشوف اسايتس، بري فنتريكولار كالسيفيكيشن مهمه قوي، فنتريكولوميجالي،
الولد لما بيتولد ممكن اشوف راش وممكن اشوف كمان سيجرز بعد الولاده. طيب الاميونوجلوبولين ام في الحالات دي بتظهر على طول بعد الاكيوت انفكشن. الاميونوجلوبولين جي كالعاده معناته لونج لاستنج اميونيتي، بس مشكله الاميونوجلوبولين جي والاميونوجلوبولين ام انها ممكن تقعد لمده شهور، فبرضه من الحاجات اللي محتاجه لما اجي اعمل تيستنج اكون عارف انا بعمل ايه. طب ازاي اشخص المذر؟ زي ما اتفقنا، ازاي اشخص المذر، ازاي اشخص البيبي. بشخص المذر ازاي؟ عن طريق ان هي تكون جايه لي برضه بالكلينيكال سيمتومز الغريبه دي اللي ممكن تخلينا شك، فاروح اعمل اميونوجلوبولين جي وبعد كده اعمل اميونوجلوبولين ام، بعمل الاثنين برضه. دي من الحالات اللي بعمل فيها الاثنين. لو لقيت الاميونوجلوبولين ام نيجاتيف والاميونوجلوبولين جي بوزيتيف، هقول ان ده غالبا خلاص ده ريموت انفكشن، وساعتها انا هبقى مطمن واقول لها ان انت اميون ومفيش مشكله. لو هما الاثنين نيجاتيف يبقى زي ما قلنا قبل كده، قد يكون ما حصلش انفكشن او ما فيش اكيد انفكشن، او قد يكون لسه ما حصلش سيرو كونفرجن، فانا مش هبقى مطمن 100%. لو هما الاثنين بوزيتيف ساعتها هتبقى في مشكله، لان ساعتها هقول ده ممكن يكون ريسنت انفكشن او ممكن يكون جاست فولس بوزيتيف ريزلت. فلو انا عندي الاميونوجلوبولين ام بوزيتيف والاميونوجلوبولين جي بوزيتيف، احسن حاجه انسى الاميونوجلوبولين ام واعيد الاميونوجلوبولين جي وشوف في انكريزنج تايتر ولا ما فيش. لو لقيت الاميونوجلوبولين جي بيزيد يبقى ده معناته ان الاميونوجلوبولين ام كان فعلا اكيوت انفكشن، وكمان والاميونوجلوبولين جي بدا يتكون وبدا يزيد مع الوقت، فده ساين للاكيوت انفكشن. بس كل الكلام ده لازم ناخد بالنا من حاجه صغيره فيه. توكسو بلازما احنا بنطلب التست ده كتير جدا، ارامل الانفكشن مش منتشره بالمنظر ده، و الكلام حتى بتاع الامريكان كوليدج ان المعامل التجاريه لا يعتمد عليها. التيست ده من اصعب التستات اللي ممكن تعمل في المعمل من حيث الدقه، وهما بيعتبروا ان المعامل التجاريه مش المعامل اللي هي المنتشره الخاصه دي لا يعتمد عليها، وان التيست ده محتاج معايير معينه لمعامل معينه عندها اكسبيرينس معينه في تشخيص هذه الحالات، وعندها تستات معينه بالاسم، حاجه اسمها اندايركت نيوروفلوريسنس انتي بودي تيستينج، حاجة اسمها السابين فيلدمان تيست، معايير معينة بأسامي معينة للتستات. فحتى عشان هم نفسهم حتى في أمريكا بيحاولوا يتفادوا ان هم يطلبوا التحليل ده إلا لو فعلا انت محتاجه ومش أي معمل يعمله. فبالتالي يعني فكر كتير قبل ما تدور على التستنج ده، لأن هو في احتمالات كتيرة ان هو يطلع لكش نتيجة دقيقة مخصوص. برضو من الحاجات اللي ممكن تعملها غير الاميونوجلوبولين جي والاميونوجلوبولين ام، زي ما قلنا قبل كده ممكن تعمل الاميونوجلوبولين ام ومعاه الاميونوجلوبولين جي افيديتي، ممكن يديك معلومه اضافيه برضو. طيب ده بالنسبه للمذر، عارف ان انا بطلب الاميونوجلوبولين جي والاميونوجلوبولين ام او ام وافيديتي. طيب ازاي اشخص الفيتال توكسوبلازموسس؟ نفس الفكره، تعمل الترا ساوند امنيوسينتيسس، والامنيوسينتيسس ما بيتعملش يعني قدم كان يفضل ان يتعمل بعد 18 اسبوع عشان النتائج تبقى دقيقه. ده لو عملنا، عارفين ان موضوع الاميوسينتيسيس بنقوله كتير هنا وموضوع مش سهل. طيب الترا ساوند هيوريك ايه؟ انتراكرينيال كالسيفيكيشنز، فنتريكلوميجالي، ماكروسيفالي، اسايتس، هيباتوسبلينوميجالي، اي جي ار، هتلاقي معظم الحاجات دي مشتركه فيهم كلهم، مش سبيسيفيك زي ما قلنا قبل. طيب مانجمنت اعالج ازاي؟ زي ما قلنا suspected maternal infection بتتعبنا شويه، المفروض ان انا احاول ان انا اكد عليها بمعمل موثوق فيه عنده يعني اكسبيرينس في التعامل مع التوكسوبلازما. الماتيرنال تريتمنت بتدي سبايرامايسين، معروف ان ده التريتمنت، سبايرامايسين ده معروف ان هو التريت بتاع التوكسوبلازموسس، وهدف الاساس هو علاج المذر. هل بيقلل الفيتال انفكشن؟ هو ما بيقللش حدوث الفيتال انفكشن، لكن بيقال ان هو بيقلل السيفيريتي بتاعت الفيتال انفكشن. وبالتالي انت لو شفت ان في فيتال انفكشن، يعني ده علاج المذر، لكن لو انت شايف ان في ساينز ممكن تدلك ان في فيتال انفكشن، الناس بتنصح ان انت تدي فول تريتمنت، بايراميثامين، سلفادايازين، وفولانيك اسيد، الثلاثه دول تديهم، دول بيعملوا ايراديكيشن للتوكسوبلازما في البلاسينتا نفسها. بيعتقد ان دي من الحاجات اللي ممكن تساعد ان هي تقلل الفيتال انفكشن سيفيريتي، وده حاجه ما بيعملهاش السبايرامايسين. هما بيدوا الثلاث علاجات دول لان دول بيروحوا للبلاسينتا بيعملوا ايراديكيشن
للباراسايت ده من البلاسنتا. فسبايراميسين ده علاج المذر اوكي لطيف، لكن وكل فكرته ان هو ممكن يقلل السيفيريتي، لكن هو بيعالج المذر في الاساس. اول ثلاثه دول بايراميثامين سلفادايزين اند فولينيك اسيد لو انت عايز تعمل اريديكيشن للباراسايت من البلاسنتا. طيب لو الطفل نفسه اتولد وعنده الانفكشن بتعالجه بالبايراميثامين سلفادايزين اند فولينيك اسيد هو نفسه، وده بتفضل تعالجه لمده سنه لو هو اللي عنده الانفكشن. طيب بريفنشن، نمنع التوكسوبلازما ازاي؟ الهايجين وازاي تتعامل مع القطط وتستخدم جلوفز والكلام ده كله. الدايت، الفود لازم يكون الميت لازم يكون ويل كوكد، وده دايما حاجه بنقولها لكل في كل الاحوال مش عشان التوكسوبلازما بس. الاندر كوكد ميت كان ممكن يبقى سورس لحاجات كتيره من الانفكشنز. الهاند ووشنج الكلام ده كله كلام لطيف جدا، بس برضو احنا ما عندناش ايفيدنس ان الحاجات دي ممكن فعلا تمنع الانفكشن بشكل كبير، يمكن لان مفيش استادز كتيره اتعملت عليه. طيب هل نعمل سكريننج؟ سكريننج مش محبب الا لو عندها اميونو كومبرومايز كونديشن، ترانسبلانتيشن، اتش اي في، لان دول اللي لو جالهم سايتوماجالو فيروس ممكن يعمل لهم سوري لو جالهم توكسوبلازما ممكن بقى تعمل لهم سي ان اس انفكشن، تعمل لهم كومبليكيشنز كبيره يعني. لكن غير كده ما بتعملش سكريننج. ليه ما بعملش سكريننج؟ لان فرصه حدوث الانفكشن ده مش كبيره ديورنج بريجنسي، ما تستاهلش ان نعمل سكريننج لكل البشر دي كلها. ونفس الوقت لان احنا زي ما اتفقنا الريفرنس نفسه اللابس في مشكله في ان هم يكون عندهم دقه في تشخيص التوكسوبلازما، فبالتالي احنا ما بنحاولش ان احنا بنحاول نتفادى ان احنا نطلب هذا التست. طيب ده كان اخر موضوع عندنا في موضوع الانفكشن. الخلاصه اللي احنا عايزين نقولها في الكلام ده كله اللي ممكن نمشيها على كل الانفكشنز اللي قلناها، نمره واحد لو جات لك سيده عندها اعراض معينه فيج مش فيفر على ماليزا على مش عارف ايه، لا دور خد هيستوري كويس، شوف هي بتشتغل ايه، ايه نوعيه الحاجات اللي بتتعرض لها، ولو عندك شك اعمل تيستنج على طول. وقلنا ان التيستنج محتاج ان انت تعرف ازاي تعمل انتربريتيشن للايمونوجلوبولين جي والايمونوجلوبولين، او لو انت عندك حاجات في الالتراساوند شكاكك برضه تمام، ساعتها ممكن تعمل تيستنج للمذر، يعني سواء المذر هتخليك تعمل تيستنج للبيبي او البيبي هيخليك تعمل تيستنج للمذر تمام. الحاجه الثانيه، معظم الحاجات دي عشان تشخصها 100% محتاج تعمل امنيوسنتيسيس. الاسهل في الحالات اللي زي كده لو انت شك ان في كونجنتال انفكشن انك تحولها لواحد متخصص في المنطقه دي من الماتيرنال فيتال نيرس. لكن بشكل عام اللي انت تقدر تعمله او تعرضه على السيده دي هو مجرد ان انت تتابعها بالالترا ساوند، تدور على الساينس دي لو انت شك ان عندك انفكشن، وفي نفس الوقت ان انت تكون حريص انها تولد في مكان يقدر يتعامل مع طفل ممكن يكون عنده كونجنتال انفكشن. الحاجة التانية اللي بنفكر بيها الفاريسيلا مشكلة للمذر، الفاريسيلا مشكلة كبيرة للمذر، فانت لازم تركز في ان انت ازاي تعالج المذر كويس، ولو عندها اي respiratory symptoms او اي حاجة CNS دي محتاجة تبقى admitted ومحتاجة تتعالج في المستشفى. دي كانت النقطة المهمة. زي ما قلنا دي في الاساس هي الانديكيشنز بتاعت ان انا ادور او اعمل تيستنج لكل الفيروس وازاي اعمل انتربريتيشن للريزلتس. ده في اثناء الحمل، لو حصل اي او في دي انترفيرنت فيتال ديث لاول مره وانا مش عارف سببه ما عنديش سبب، بعض الناس بتعمل التيستنج ده او مجموعه التستات دي على اساس ان هي تحاول تعرف اذا كان في حاجه ممكن تفسر لي الانترفيرنت فيتال ديث ده، بس ده مش هيكون سبب للريكرنس، ده مجرد بس ان انا اوصل لسبب فاعرف والله ده كان السبب فخلصت. وده برضو بعد ما تاخد هيستوري كويس. بعض الناس بتعمل امنيوسنتيسيس للانترفيرنت فيتال ديث عشان تعمل بي سي ار لكل الحاجات دي، وده الافضل طبعا بدل ما تقعد تعمل امنيوجلوبولين جي وام ومش عارف ايه وبتاع، خد سامبل من الامنيوتيك فلويد حوالين البيبي وبعتها وشوف ايه نوعيه الانفكشن اللي ممكن تكون موجوده، خاصه لو انت شاكك ان في حاجه تخليك تشك ان الاي او في دي ده حصل نتيجه الانفكشن. بيبي بقى اي جي ار، في اي انوماليز من اللي احنا حكينا عليها دي او اي ابنورماليز من اللي احنا حكينا عليها دي، ساعتها خد الخطوه واعمل تيستنج للحاجات دي، لان المعلومه نفسها هتفيد السيده لو فكرت ان هي تحمل بعد كده. لكن غير كده ريكورنت ميسكاريج اقعد اطلب اميونوجلوبولين جي يطلع لي بوزيتيف فاقول انا هعمل، يعني
طبعا كلنا بنتعرض للمواقف دي، وزي ما قلنا الموضوع مش كده خالص، ده لا يستخدم إلا في إطار الـ congenital infections في الأساس. congenital infections في الأساس، لو شفت abnormalities بالألتراساوند خليتك تشك إن ده ممكن يكون congenital infection، أو لو السيدة جايلك بأعراض تخليك تشك إن ممكن يكون عندها أي infection ممكن تأثر على البيبي. عارف إن هو موضوع طويل وغلس ودش كتير، بس يعني أتمنى أكون لميت أغلب الحاجات المهمة فيه، وشكرا لكم جدا.